اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية واخر فقراتنا في نهارك سعيد، بس بنحب نفكركم الاول ان اللي فاتته الفقره ممكن يتفرج علينا على اليوتيوب شانل او يتابعنا على تويتر او على الفيسبوك. نهارك سعيد كلمه واحده بدل حرف العين رقم 3 باللغه الانجليزيه. ده اللي فاتته فقره. فقرتنا الاخرانيه هتكون عن احد اهم ملفات بلدنا في الفتره اللي فاتت اللي يمكن تناسيناه وسط الدوامه اللي احنا عايشين فيها. وملفنا اللي هنتكلم عنه هو ملف مياه حوض النيل، ويمكن ده ملف امن قومي وحساس جدا، والملف ده شهد توترات واحتكاكات مع دول المنابع بعد بناء سد الالفيه الاثيوبي على ضفاف النيل، وهم بيقولوا ده يزود المياه عندنا، ما احناش فاهمين ازاي. خلونا نتكلم مع حد من المتخصصين في الموضوع ده. هيكون معانا استاذه ايه امان المحرره بجريده الشروق المسؤوله عن ملف دول حوض النيل. صباح الخير يا استاذه ايه. الأول اطلعينا على آخر تطورات الموقف، موقف مصر مع دول حوض النيل خصوصا بعد سد الألفية الأثيوبية. يعني هو مبدئيا احنا نقدر نوصف الحالة العامة بان هي شهدت نوع من الانفراج في الملف حوض النيل، خاصة في مراحل التفاوض والفني والسياسي والقانوني مع دول المنابع النيل. طبعا يعني بداية الخلاف كان في سنة 2007 بعد ما وقعت دول منابع النيل، 6 من دول منابع النيل، على اتفاقية عنتيبي اللي هي اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي والمسمى باتفاقية عنتيبي لأنها وقعت في عنتيبي بأوغندا. دول المنابع قررت ان هي توقع على اتفاقية شافت فيها ان هي بتحفظ فيها حقوقها المائية وبتسهل إدارة المياه في حوض نهر النيل دون موافقة مصر والسودان والكونغو الديمقراطية بعد 10 سنين من التفاوض. وصل الطريق يعني وصل يعني مرحلة التفاضل للطريق مسدود، قرروا ان هم يوقعوا على اتفاقية. الاتفاقية كان يعني يقال انه المسؤولين المصريين عن الملف في هذا الوقت قالوا انه احنا كنا انجزنا حوالي 90% من الاتفاقية، لكن حقيقة هو كان في 3 بنود خلافية رأت فيهم مصر عدم يعني التفريط فيهم، كانوا يعني متعلقين بالامن المائي، بند الامن المائي، وهو بند كانت مصره دول المنابع ان هي تقره في الاتفاقيه وفي مقابل يعني حذف الحقوق التاريخيه لمصر والسودان في مياه النيل. بعد رفض مصر البند الامن المائي وبند اخر كان بيتعلق بشرط الاجماع، وكان البند ده بيقر يعني رأت دول المنابع النيل ان هي تحط بند بيقول انه على يعني في حالة انه وجود اي مشروع على حوض نهر النيل من حق الدول ان هي تنفذ هذا المشروع طالما في يعني التصويت بالأغلبية، وطبعا الأغلبية هتبقى دائما ضد مصر لانه احنا دولتين قدام 6 دول دولتين مصاب. جت الكونغو بقى وقعت بعد كده. لا لا الكونغو لم توقع الى الان، لسه ما وقعتش الى الان. الكونغو منضمه في صوتها لدول المصاب اللي هي مصر والسودان. توقعت الاتفاقيه في فتح باب التوقيع فيها بعد يعني اجتماع كان في شرم الشيخ اعلنوا، كان في ابريل 2009 اعلنوا فتح باب التوقيع في مايو 2010. فتحوا باب التوقيع وبالفعل يعني بدأ 4 دول هي كينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وإثيوبيا، 5 دول وقعوا على الاتفاقية في البداية، وبعدهم انضمت بوروندي بعد الثورة المصرية يعني في مايو 2000 أو في أبريل 2011 واحنا مشغولين بالضبط. وبالتالي بقى في 6 دول موقعة على اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي في مقابل 3 دول أخرى اللي هي الكونغو ومصر والسودان. حاليا يعتبر الوضع الحالي أنه هم يعني طالما في 6 دول وقعت فإذا اكتمل النصاب القانوني للتوقيع ومن حقهم قانونا أن هم يعني تدخل يعني الاتفاقية في مرحلة التصديق من قبل البرلمانات ثم تضع في الاتحاد الأفريقي لحين إقرارها وإنشاء مفوضية لدول حوض النيل. طب سد الالفيه دلوقتي هو في انهي مرحله من مراحل البناء؟ يعني هي سد الالفيه هي قصه ثانيه متعلقه بمصر والسودان واثيوبيا دون باقي دول حوض النيل، لانه مفروض انه فنيا يعني 3 دول بيجمعهم حاجه اسمها النيل الشرقي.
سد الالفيه هو لسه ما نقدرش نقول ان هو في اي مرحله من مراحل البناء، هي لسه موجود حاليا دراسات جدوى، لكن في تقارير بتشير بتنشر في الصحافه الاثيوبيه بتشير الى انه في معدات بالفعل وصلت لموقع بناء السد. وكان يعني في نهايه 2011 كان في تقارير انه المسؤولين الاثيوبيين عملوا جوله لوسائل الاعلام الاجنبيه والدوليه لزياره موقع السد، وكانت بتشير بالفعل إلى أنه في معدات وصلت لموقع البناء. الموقف حاليا في سد الألفية أنه بعد الزيارات الأخيرة لعقبة ثورة يناير، بعد زيارة عصام شارف لرئيس الوزراء السابق لإثيوبيا، وبعد جهود الدبلوماسية الشعبية وزيارة زيناوي لمصر، قرر زيناوي أو عرض على مصر أنه يتشكل لجنة ثلاثية لدراسة السد. يعني مفروض انه اللجنه ديت يعني هيعول عليها قرار الاستكمال بناء السد او التوقف فيه، لكن في نفس الوقت يعني القياده السياسيه في اثيوبيا لم تعطي اللجنه اليه المنع، هي فقط لجنه فنيه للدراسه، والى الان مفروض انه يعني اعلن عنها من اكثر من 6 شهور، إلى الآن لا تزال اللجنة يعني عقدوا 5 اجتماعات، منهم كان اجتماع في السودان والباقي كان في أديس أبابا، يعني إلى الآن لم تبدأ في دراسة السد فنيا بالفعل، ولم تعطي إثيوبيا لمصر أي معلومات فنية عن السد. طب في تصريح للدكتور عبد الفتاح متولي المسؤول السابق عن إدارة ملف السياسة المصرية المائية بيقول إن السد ده هيزيد حصة مصر خلال 3 سنوات وسط مخاوف بتحيط من تعرض مصر لفقر من المياه، وان نوصل ان المحطات اللي نشتري مياه من دول حوض النيل، ممكن نفهم الازدواجيه دي ازاي؟ هو مبدئيا يعني مع احترامنا لكل اراء كل المسؤولين، احنا ما نقدرش نقول انه السد هيزيد او هيقلل، لانه الى الان مصر لم تمتلك اي معلومات حقيقيه عن سد الالفيه، كل ما يقال هي مجرد تصريحات لمسؤولين اثيوبيين، تصريحات متضاربه. في البدايه كانوا يقولوا تخزين 9 مليار فقط متر مكعب ميه، بعد كده وصل ل 64 مليار متر مكعب ميه. فيعني مهما بلغت درجة علم أي مسؤول في مصر حاليا أو أي يعني خبير مائي، ما نقدرش نقيم مدى خطورة السد ده من نفعه على مصر. حاليا اللجنة الفنية، المسؤولين بيقولوا اللجنة الفنية بتدرس، وهتدرس إمتى؟ يعني لما يبقى عندها البيانات أو المعلومات الحقيقية عن السد، اللي هي المعلومات اللي هي طول السد قد إيه، هيخزن قد إيه مية فهيمنع قد إيه عن مصر. لكن الى الان يعني لا نقدر نقول السد خطير ولا نقدر نقول السد في مصلحتنا، لكن يعني كل خبراء المياه اجمعوا على ان كل سدود، يعني اذا تم بناء السدود على حوض نهر النيل في اي دوله من الدول المتشاطئه عليه، ده هيؤثر بدون شك على مصلحه مصر المائيه ونسبه المياه اللي بتصل الى بحيره السد العالي. فيعني مبدئيا بنقول انه احنا متمسكين، احنا مصر لم ترفض الى الان اي مشروع سد على حوض نهر النيل، بالعكس مصر ساعدت اوغندا في سنه 54 في بناء خزان اوين، وشاركت في البناء في التمويل وفي البناء، وساهمت في تعليه السد، ودلوقتي وافقنا على انشاء سد بوجاجالي برضو في اوغندا، وكان لسه في وزير الري في احتفالية يوم النيل من أسبوعين كان بيزور السد وبيشوف دراسات الجدوى وما إلى ذلك. فمصر لم يعني تعارض أي مشروعات تنموية على حوض نهر النيل. في نفس الوقت إحنا متمسكين بمبدأ اسمه عدم الضرر، يعني إحنا بنقول إنه إحنا التعاون وبناء اي مشروع يهدف الى تنميه دول حوض النيل في اطار مكسب، ما حدش يقرب من 55 مليار متر مكعب اللي بيوصلوا لنا وفي نفس الوقت المنفعه المشتركه، يعني ان انا اساهم في البناء وممكن ان انا بعد كده اخد الطاقه، يعني ممكن ان انا اشارك في مشروعات ربط كهربائي يعني تساهم في تنميه دول حوض النيل. دي نقطه بقى عايز اسال عنها، اللي هو جهود الدبلوماسيه بتاعتنا واصله لفين؟ يعني الملف ده محتاج جهود دبلوماسيه كبيره لتحسين علاقاته وبناء الجسور مثلا من وزاره الري والموارد المائيه، الدور عامل ازاي، التنسيق عامل ازاي، وزاراتنا وزاره الخارجيه ووزاره الري والوزارات المنوط بيها الموضوع، شايفه الجهود الدبلوماسيه ماشيه لغايه فين دلوقتي؟ هو مبدئيا يعني يؤسفني ان احنا نعترف بانه احنا حاليا مصر في وضع لا يزال مش قوي، لانه احنا دلوقتي لسه ما عندناش رئيس، لسه ما فيش يعني رؤية احنا هندير الملفات الخارجية ازاي،
طبعا احنا بنقول انه افريقيا من اولوياتنا. بعد الثوره مصر اعلنت انه العوده الى افريقيا والتمسك بالعلاقات قويه مع دول الجوار واهمها دول حوض النيل، واستراتيجيه الامن القومي المصري مع دول حوض النيل. لكن الى الان لا تزال الجهود فرديه، يعني في لجنه، في سياق اسمه اللجنه العليا لمياه النيل برئاسه رئيس الوزراء، وبيتم يعني في السياق ده في مجموعه الامانه الفنيه بتشمل كل الجهات المعنيه المصريه في الملف، منها وزاره الخارجيه ووزاره الري والامن القومي وكافه الوزارات المعنيه زي وزاره الكهرباء عشان مشروعات السدود وما الى ذلك. لكن يعني الى الان، وفي برضو يعني محاولات لبناء استراتيجيه جديده للتعامل مع دول حوض النيل بعد ثوره يناير، لكن نقدر نقول انه لا تزال هذه الجهود مشتته، لانه مفيش ملف حوض النيل لابد ان يدار من رئيس الجمهوريه شخصيا. مفيش سياسه عامه للموضوع يعني، برضو بالظبط في جزئيه هي وزاره كل التخطيط مثلا والتعاون الدولي، استاذه فايزه منجا، طب تمام برضو موقفها من ايه؟ ما هي جزء لازم يكون من جزء من من خطتها عشان المنظومه. الموضوع يبقى متكامل. بالظبط، هي لا تزال هي جهود فرديه بيحاولوا ان هم ينشئوا كيان، لكن يعني ملف النيل بشكل خاص لانه ملف متعلق بالامن القومي المصري لابد ان يدار من رئيس الجمهوريه شخصيا، كما يحدث في اثيوبيا. يعني في اثيوبيا اللي بيدير ملف النيل هو ميليس الزناوي شخصيا. ويعني بس مجلس الشعب دوره ايه؟ هو الى الان لم يتطرق مجلس الشعب للحديث عن هذه الازمه. كان في طلب احاطه من يعني المفروض ان هو يتناقش في الاسبوع الجاي عن يعني ما حدث من الأزمة الأخيرة بعد الاجتماع الأخير لدول حوض النيل في نيروبي، واللي طلع فيه قرارات كانت أشبه بال يعني شبهها خبراء في ملف النيل بالنهاية الدرامية لأي حلم مصري في استكمال التفاوض مع دول حوض النيل بعد الخطوة الأخيرة اللي اتخذتها دول المنابع. طبعا يعني مجلس الشعب اكيد منشغل بقضايا داخليه، بعضو شتم مين فلازم انت تعتقد يترد عليه. ان ممكن يكون في جزء من المشروعات المقدمه للجنه الاقتراحات والشكاوى، ممكن تكون المشاريع دي في حاجات منها تخص مياه النيل؟ يعني هل ممكن يبقى في تعاون ما بيننا وما بين دول المنابع بحيث ان احنا نقدم لهم خدمات؟ يعني برضو جزء من مشكلتنا مع دول حوض النيل انه من بعد الحادثه اللي تعرض ليها الرئيس المخلوع حسني مبارك بدأت قلل تنقص. علاقاته جدا ما بينه وما بين دول افريقيا ومنها دول حوض النيل، وبالتالي ده اثر انه ده على العمق الاستراتيجي لمصر في القاره الافريقيه، لانه برضو احنا بالنسبه لهم عاملين زي امريكا، يعني احنا بالضبط. بالنسبه لهم التقدم والقوه، فابتدوا يتجهوا لدول تانية زي اسرائيل، ابتدت تبعت لهم دكاتره ومهندسين واساتذه جامعات، ابتدت تعمل لهم خدمات، فجزء من الموضوع مرتبط بالسياسه الخارجيه. فاحنا السياسه الخارجيه ايه موقفها؟ احنا عندنا يعني برضو سياستنا الخارجية دي اعتقد من الحاجات اللي المفروض انه مجلس شعبنا بيقرها، طب احنا هو ايه دورنا بقى؟ تمام، يعني هو ايه المطلوب مبدئيا منهم؟ يعني مبدئيا مصر اعلنت بعد الثوره انه من ضمن اولويات الدوائر المصريه على مستوى السياسه الخارجيه هي افريقيا، وبدا بالفعل ده واضح جدا في زيارات كثيره لمسؤولين مصريين على راسهم رئيس الوزراء ووزير الخارجيه ووزير الري، وكثفت مصر الاتصالات والزيارات الرسميه دي فعلا بعد الثوره. على مستوى مجلس الشعب، طبعا مجلس الشعب له دور مهم جدا جدا، لانه في حاجه اسمها اتحاد برلمانات دول حوض النيل. مفروض انه اي اتفاقيه، يعني الاتفاقيه الاطاريه دي مفروض ان هي هيصدق عليها من قبل البرلمانات في دول حوض النيل، فلو في علاقه قويه ما بين البرلمان المصري وباقي البرلمانات هيكون في اتصال ما بين يعني اعضاء مجلس الشعب في مصر واعضاء مجلس الشعب برلمانات في دول حوض النيل، اكيد هيكون في اي نوع من التواصل ممكن ان هو يمثل دفع للموضوع في الجانب الايجابي. لكن يعني للاسف الى الان احنا شايفين انه مجلس الشعب لا يزال منشغل، حتى لانه يعني طلب الاحاطه اللي اتقدم الاخير ده كان المفروض ان هو استجواب للحكومه، حوله رئيس مجلس الشعب لطلب احاطه لانه شايف ان الموضوع لا يستدعي انه الحكومه كلها تمثل وانه وتيجي ترد على الازمه الاخيره او تازم الموقف المؤخر، فاتحول ده لطلب بالنسبة احاطه. لموقف دول حوض النيل ده بالنسبة والمشكلة دي بالذات. للمشكلة الأخيرة اللي حصلت في اجتماع نيروبي نيروبي في يناير 2012، يعني الشهر